بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا أفلا تتفكرون.
صدق الله.